شوف هذا شو يقول لي صح هذا بشار مقابل العمله وقيمه السلع تطلع فقيره كل شهر ليش لا يا ابدا انا منهم مين انا هسه اكلي وشربي احسن اكل احسن شرب واكل من برا 10 مرات بشهر يعني كل ثلاث ايام اطلب مره قد ما صرف اكل وشرب 100 400 $500 $500 رزق بالزايد يعني هذا فد مره مبالغ فيه $500 بيأتي الايجار والفواتير كامله وقيمه سعر التليفون هسه اتصور بيه $1,020 $500 واذا عندي $100 بيفله صح اذا اشتري سياره كذا توصل يعني الدق 2000 بس انا هسه الدق قد 2000 كل شهر ليش لان تطلع عندي شغلات صفحه انا سني اذاني تروح تسوي فحص كذا فلان شغلات بيسويها ف 2000 يعني انا هسه ماكسيمم 2000 ما تعصبني يا عمي روح 2200 يعني اذا طلع 4000 1800 كل شهر يصفل يا اخوي اذا اشتغل شغله ثانيه يصفل اكثر بعد فاهم غلط بالعكس انا الناس عايشين شقاقي هسه اطلع لك انا افتح لك بث قبال الشارع تباوع كل بيت قبال شويه قبال هذا الكرفان سياره كرفان مالتهم مال السفرات ومال طبات وطلعات انا كل ويكند انا اطلع اتمشى كل ويكند الناس محضره مالتها هذا اللي هيك مثل الباكس يحطون بيه ثلج يحطون بيه عصاير وسيارة مشط كبيره هاي سوفات المشاريع حطوها بسياره شوي باربيكيو بلاك راح شوف وين هذول المدن دار مدار كالجاري راح يسوون مالته الويكند هناك تحت الهواء الطلق اصحى عيش انا عيشه خرافيه عيشه يعني بحيث عذاري من اباوه اقول هيك الجنه شلون والله العظيم اذا كان هيك وبعد دول ربما احسن كمان اعرف هسه يعني بالاحصائيات كانوا احسن دول بالعالم بحيث المعيشه يا كان هيك الجنه شلون والله العظيم الجنه شلون حايرين يعني ناس دماغها فايخ دماغهم فايخ بحيث والله ما اعرف احكي والله ما اعرف احكي يا اخي غير فلوس طبعا مهمه يعني بس ايش قد كلفه المعيشه في بلدانكم هذا السؤال الصح ايش قد يكلفك حتى تعيش طبيعي مو فقير ولا غني ثاني عشت ثلاث بلدان اللي هي يعني عشت فعلا يعني مو مجرد سياره عشت بالعراق وتركيا وكندا وكندا في كالجاري يعني تحديدا في العراق كلفه المعيشه اذا اريد اعيش مثل ما عشت بتركيا ثاني عايش بكندا تكلف مليون ونص الى مليون مستحيل تعيش اقل من هيك الا اذا تعيش حياه فقر يعني حياه صحيحه يعني بيت مكان زين خدمات يمك نقلك اكلك شربك وتسليتك طلعتك طبتك مليون بالعراق اقل شيء ما تقدر يعني 500 الف جنيه انترنت 60 الف تليفون كارتات كهرباء خط يعني تسحب ذهبي لازم هذا $100 اذا مو اكثر 5 بيانات مو وايد يراد لك اكل وشرب مصرف جيب لحم ودجاج وكذا زين شيل لحقك وراها يعني فت 500 ايجار 150 انت كهرباء بس يلحقك اكلك وشربك ويا النقل يا دوب مليون لو تكفي رمضان بينما بتركيا نفس العيشه تعيشها $400 يعني 500 الف نص بالنص بالضبط بالنص بينما في كندا اذا تعصر نفسك $1000 تعيش امريكا اما اذا ما تعصر نفسك لا تاخذ راحتك مثل العراق وتركيا تعيش يراد لك 2000 كندي يعني في ولايتي وغير ولايتي يمكن اغلبها يعني انا ما احكي ترى عيشه فقراء لا عيشه مرتاح يوتيوب ما بشعل عربي تخصصي باللغه العربي ما بي فلوس انا بالنسبه لي شايف السمايل هذا الفاتح عينه وبدولار انا هيك عقليتي انا عقليتي اوصل الحريه الماليه قبل 30 قبل 40 هيك عقليتي مين يشتغل غير هيك انت لازم تنام فلوس تجيك مو انت تروح وتشتغل مثل ما ابويا وابوك اشتغلوا العمر كله واذا اريد ياخذ اجازه ما يقدر ما تطبب عقلي ما اقدر اني المفروض انام تجيني فلوس شلون تسوي هالشيء تعصر نفسك تسوي استثماراتك بس استثمارات امينه تجيب لك فلوس بحيث بمزاجك تاخذ عطله يعني بمزاجك تقول بطالب عماش الى انا اموت اني هيك عقلي يشتغل اذا انت عقلك ما يشتغل ليش لا تلومني انا هيك عقلي يشتغل انا جيت من تلفات الدنيا لهذا البلد على مود احقق هذا الطموح منك وصل منك كنت افكر اقول اذا ما قدرت اجيب تركيا اسوي يعني هي نفس الشيء بيا طريق اطلع الدراسه انا طلعت اخوي اطلع بلد بساطه ليش عودي ليش على السؤال انت عرفت جوابه ثاني دفلت من العراق كيف العراق بلد الخير والبلد الذي قتلت فيه الائمه هو قبل الائمه اكو مشاكل كانت قبل الائمه من قبل من زمن ابو النصر وما قبله مشاكل يا اخوي خليني ساكت نبي ابراهيم نبي كم سنه ابراهيم يولد في بلاد الرافدين راح يدعي للسعوديه ليش ما عندكم بيت واحنا اهل العراق واحنا ديرتك بيها حكم الهي ان الله سبحانه وتعالى يريد المنطقه تكون يعني هي عم شكل لك انت من تشوف الانبياء يولدون ويهاجرون يفلتون واللي يرجع يقتلوا مو هيك النبي يفلت منه والامام اللي يجي بيه ينعلس بيه شنو هاي؟ اي والله هذا ما بيقهر يعني انت تفكر بيه تقول يعني زين العلس مو هسه موجود من قبل مو 2007 طلع من قبل العلس موجود من 1400 سنه على اساس اي والله تفضل يعني سرقت تفضل الله سبحانه وتعالى من خلق الانسان اكو ايه بالبدايه قال لنا سبحانه وتعالى قال لادم عليه السلام ان اهبطوا في الارض بعضكم لبعض من عدو ومتاع الى حين هي سوره البقره بالثلاثينات او الاربعينات قال العراق متاع الى حين قال في الارض متاع الى حين فالارض واسعه الارض واسعه في زمن من الازمان كانت بغداد عاشت عصرها الذهبي في زمن الخلفاء العباسيين عاشت اسبانيا الفتره الذهبيه وفي زمن من الازمان مصر عاشت الفتره الذهبيه وفي زمن من الازمان المغرب الفتره الذهبيه وسوى دوله المرابطه كل زمن اكو في الدوله تعيش العهد المثالي اخر 100 سنه امريكا عاشت العهد المثالي وربما 100 سنه جايه اوروبا كندا او اسيا الصين راح تعيش العصر الذهبي فاني ما مجبور ماكو قانون بالدنيا يجبرني انا اعيش في بلد فيه حاكم ظالم ماكو لو بلدك مستقر وكل شيء بيه كامل وتعوفه تدخل المسائل الشرعيه لو كنت مسلم حرام ليش تروح البلد ما بيه اذان ما تسمع الله اكبر ما تصلي جماعه ما كذا وتعدك حاكم عادل ومسلم وكذا بس من انت تعيش الظلم وتعيش الالم والاسى والحزن والقهر والقحط وكل هاي ضع ما شئت من الصفات السيئه وباقي ما مجبور الا اذا انت يعني خاف جبان ما تحب ما تقدر ما تؤمن بنفسك ما عندك قابليه انك تغير يعني مثلا واحد ناس عنده فلوس ما يدعو عمل ما يبدل سأله انت مرتاح لا راضي لا لا شنو وضعك على الله خليك حبيبي والنقطة كل من يطلع تغير حياته على الاول يعني من على غرابه كومشي اللي طلع ورافق 5 سنين طلعت شو طلعت شنو اللي تغير عندك؟ بيته احسن بيت سيارته احدث من السياره اللي عندك راتبه اكثر من الراتب اللي ياخذه الراحه النفسيه احسن من الراحه اللي عايشها يعني لا والله جديات يعني ما انا نفسي شباب شكو واحد باو علي وباو على صوره قديمه واقع على السطح هو طلع ما اقول لك روح البلد غير بلد يعني بعيد مثل ما انا جبت صف تركي صف يعني عبرت مشي تروح لها مو جماعتنا يروحون مشي الكربلاء يجي من البصره الكربلاء ما ادري للنجف الكربلاء اعتقد يعني بعيده مسافه تخيل تسوي المشي 3 مشيات توصل تركيا مشي توصل تروح تركيا بتعيش ترتب وضعك حياتك تغير تروح الاوكرانيا روسيا ذني دول واقع على السطح تعتبر ايش حياتك قابليه ارخص وحريه ماليه توصل بسرعه ان شاء الله عادي
سؤال شو اجيبك هنا؟ كم على قولتك كم واحد خطف الربع؟ كم واحد علسه؟ كم واحد كذا؟ يعني نصيحه لواحد عمره 15 لما تك الريشات وفلت. شايف ايش تجي تحط ريشه بحلقك بعض الريش تحت اوبطك منها وتطلع يجي ركض مثل النعامه اشرد 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 لو تريد تعيش اشرد واك اشرد بشرف اشرد اي والله لما تكل هل شم ريشه قول بعدين اطير هسه مو وقت الطيران هسه اريد ريشات دوبو دوبو الناس ايش تسوي رقم 15 والله اخوي ابو عمرك 15 طور اول شيء لغتك انجليزي رقم واحد ثاني شيء ايش قد ما تقدر تطور مهارتك البرمجيه قالك في التخصص فيه معين بالبرمجه شد حيلك بيه وشد حيلك باللغه الانجليزيه لازم انت قبل 18 تحكي بطلاقه انجليزي مو بالضروره تكتب بطلاقه حتى اذا تكتب بطلاقه مو مشكله بس تعرف تكتب بالتليفون تعرف تستخدم ترجمه تعرف تستخدم كل شيء تعرف تكتب اسك حتى لو نصر مو تعرف تعرف تحكي تعرف برمجه تعرف كذا اقوى سلاح بحيث الطب بدون شهاده تقدر تطب بالسوق حاول تدير كم مشروع تشتغل كم مشروع يعني تسوي بروجكت وتنجحها اذا تعرف عندك هاي العقليه اللي هي ملتي تاسكينج تنجح انا عقليتي هسه اصلا عابر مرحله اصير موظف اريد اسوي شركه يعني راسا شركه واشتغل انت سيلف امبلويد شركه وانت تصير البوس مال شغلك تمام شلون وتعلم وقت تتعلم لان من تسوي شركه انت تربح اكثر اكثر ما تشتغل موظف صح انت تتعب بالبدايه بس بيها خبزه بالمستقبل وبيها فلوس اكثر وانت سيد نفسك وماكو ناس تقمص فوق راسك واليوم اللي عجبك تطلع للشغل تطلع واللي ما عجبك تغلس مزاجك ما حد يقول وانا شغلتي حلوه تصوير بيوت داخلي يعني بالشتاء اقدر اشتغل مو شغلتي برا بالشارع انت من تجي على ابو ابني ابا العور تقول له تعور طبعا يروج قلت له والله صح تقول له انت انا نصيحه مني كنت تشتغل سوشيال ميديا فعلا انت تريد فلوس منها تطلع تقدر تطلع امدح شذب الانسان العربي يحب مدح وشذب يحب تيجي قباله تقول له كم انت عظيم شايف اغنيه هاي لو اغنيها صدام حسين سيدي سيدي ايش قد انت رائع زي ايش ما اسمه مغني من عونك كنت انا اموت اكو يعني ماكو شو اغنيه ماكو شو اغنيه بيت تملق اللي هنا تملق فانت اذا تغني للمتابع كم انت رائع سيدي يموت عليك يموت عليك والله اذا المتابع تغني له هيك عندك كل شويه بس من تجي تقول يا متابع ترى انت نصر الدين ترى انت واقع من السطح ترى انت وجودك بعد ما نفس الشيء بالدليل الف واحد مثلك ما يطلع 25 سنه ولا قيمه شلون اقول له هيك انت شلون اقول له يقول لك انا ليش يقول له انت ما تقرا انت ما عندك فلوس انت ما تشتري انا اسوي من يسوي هاي الكلاود ما انا ايش طلع لك 60 تيم يصير دلاي انت تبغى على هذا شلون يعني ايش اضبط يعني هذا شلون تعالج ما تقدر تعالج ما تقدر تفتح انت ما تقدر هذا انت تقول له مرحبا ما تقدر تقول له مرحبا ما شلون ما تقدر والله ضحكوني والله سوالف ضحك والله العظيم والله العظيم جدي يقول لازم تتعايش وتجامل انا قلت لك نفس كلام جدك بس الفرق جدك عمره 60 70 سنه يلا قام يعطي النصيحه انا عمري 22 هالنصيحه لاقفها من واحد همينه كبير يعني ما جبتها من جيبي واحد قال لي عليها رجل كبير كان قاعد يمه طبقتها بحياتي عرفت ان كلامه صح 22 سنه بس انت متاكد ان انت اصغر من عدي استثمرها صح لا النصيحه الغير الذي لا يدرس معناته الذي لا يدرس ولا يقرا ولا يكمل دراسته ولا يطب على تعليم ما اعتقد انه يطب على تعليم ذاتي ما ذكرت هالجزئيه بس بقول يعني هي ما يقرا ما يفهم ما يعني لان ما يعني ابو شغلات الدنيا ما مرت عليه لازم انت تدرس لازم تكمل مدرسه عمر السادس لاثار متوسط سادس اعدادي تخلص الكليه تصير عندك رؤيه بسيطه على انك شلون تجيب المعلومه بسيطه ضيف لها انجليزي اذا انت ما عندك شهاده وما عندك انجليزي شلون راح تعرف تجيب المعلومه الشهاده فائدتها تعلمك تجيب المعلومه تبحث والانجليزي فائدته تعلمك تبحث بالمحتوى الانجليزي او بالمكان الانجليزي زين اذا انت الاثنين ما عندك شلون راح تتطور ما تقدر فانت اذا متخلف انت واصل راح بعيد لا انت شلون تقول عن انا ثالث متوسط وما مكمل دراسه والانجليزي ما اعرف وافهم شلون شلون ناقشني يا ساني ما اعرف ناقشني شلون تفهم انت شنو مقياسك اذا انت ذني كلهم ما عندك فمن تحكي هالحكي الناس تزعل الناس ما تحب هالكلام الناس على ضلت مره تقول لي مو كل الناس تفكر مثلك تفكر تقول لهم كلهم مثلك لو كلهم مثلك تفكر واحسن منك يفكرون واشطر منك كان يعرف ما صار هيك يعرف ايش ما كنا نفكر هيك واحسن منك يفكرون كل اللي مثلك ولا احسن منك ولا طلعت واللي ما طلع ده يفكر يطلع لذلك تشوف هذول خيرهم وغيرهم يصير بدليل هسه احنا عندنا بكندا وزير اسمه عمر الغبره وزير عمر الغبره هذا وزير النقل الكندي حاليا سوري يعني هذا مو كان اولى ان يحكم سوريا مثلا صح لو غلط كمثال يعني انت تضرب ليش جاي صار وزير كندا ليش ما صار رئيس سوريا مثلا يعني فكل العقوب زها حديد عراقية شو وصلتكم غير هذا كوم عندنا فريد لفتة وبعد بعد بعد خير من الله لا. ناس عراقيين عندك خير من الله مو واحد اثنين هذا منتظر مو منتظر يشتغل فيسبوك مبرمج ليش ما العراقيين مستغلين مستفادين منه شخصية عظيمة مبرمج وراقي وانت تريد تشتغل بالسوشيال ميديا اسمع كلامي يعني انا اعرف كلها بس انا من قررت احرق السوشيال ميديا كلها فجيت اللي عندي واللي بداخلي شلون اقول انا اعرف ما ارجع اذا ما استلم 4000 دولار مشان ما ارجع مشان وش راح يصير مستحيل منها 200 سنه ما يصير فاذا هاي ورقه محروقه بالنسبه لي فمن تطرايك توقع بيها فليت تطرايك لا تطرايك امدح كذب نافق خصوصا كذب كل شيء يشتغل كذب المدح فشي التملق والمدح واللواقه يجيب شغل يعني يجيك واحد هو حشاك تفله ما يسوى تجي تقول له كم انت رائع كم انت عظيم كم انت راقي كم انت حبيبي والله يحبك حتى العرس كلهم تابعهم انا اصلا نوع من البشر اذا واحد يجي يقول الله انت راقي الله انت خوش ولد ما يطب ما بلعب عشان ما نقول بس يجي واحد يقول لا انت غلط انت هيك انت ابو احترق بس احل الاغلاط على مود نيجي مره ثانيه اقول شفت سويتها شلون او يجي اغلط ارد المره ثانيه فاني نوعية البشر اللي يجي يقول لي انت غلط يحفزني يعني يصير براسي خير اكثر من يجي يكذب علي اكو ناس لا تكذب علي ويرتاح انا اصلا اكذب عليه ما مرتاح احسك تستصغرني انت قسمك انت تاخذني على قد انت تريد تنجح باي تخصص باي هاي قاعده حطها بالنا ايش قد ما تريد تنجح بمكانك كذب وتلوغ ودج لا بس راح توصل في بعض الاماكن لازم تبيع مبادئك واخلاقياتك حتى تدخل بقلب الوساخه يعني انا هاي شيء اسويها بالجامعه هاي الكلاوات بس ما كانت تشتغل 100% تدري ليش؟ لان لازم كان اطب بعد بروح الشرمه والقذاره اللي هي شنو هي تجيك مثلا بنات
بنات يريدون المقسوم على مود شغلتك تمشي مضبوط. تجيك تقول لك انا ادري انا ما ارضي كبار ما يطلع بعدين المقسوم، اريد المقسوم مو بس بنات حتى اساتذه. فاذا مستعد تبيع مبادئك ومستعد انك تعيش شيء عيشه وسخه مع المدح والعدم الانتقاد، فقط المدح والتعظيم شان المقابل، تنجح. بس راح تنجح كاحسن انسان بايع كل شيء قد انا اهلي ما ربوني، شو ممكن اسوي؟ ما اقدر اتملق، ما اقدر لا انت هيك. واذا انت بتنزعج مني لين اقول لك انت اعور، فانت اعور ومداك لانك اعور. 2021 تقدر تصلح وضعك، ما تشوف انت ما تشوف. يعني هسه مثلا اني انس غيرنا قوموس قوموس غير يعني اخي، حتى ناس اكو ساكنين بالعراق نفس حالياتنا، كلنا اتفقنا نحكي نفس الحكي. يعني لو تحطنا كلنا بغرفه واحده ما نتفق نحكي نحكي، كل واحد عايش بدوله، كل واحد عايش بدوله، كل الاجناس ذكر انثى، كل واحد عايش بمكان، كل واحد كل واحد من غير تربيه، كلهم يحكون نفس الحكي. شلون شلون هسه انت تجيب الثلاثه كلهم اتفق على الموضوع؟ ما يفهم يتفقون عليه. احنا كل واحد ساكن في بلد في دوله في كوكب في قاره شكل، كلهم متفقين على ان يقولون نفس الكلام. بحيث انت هسه اذا 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 من هذول صناع المحتوى يعني المعروفين العراقيين هالجيران، لو كل واحد يسوي بيوم نادي 1% وتشترك كل النوادي تشوف نفس الحكي، تشوف نفس الشخص يطلع يحكي نفس الحكي على بالك، والله العظيم نفس الحكي. واحد ما يعرف الاخ، بس هو اتفق الجميع على انهم يملكون عقل، واتفق الجميع على تشغيله، البشر اتفق على ان يشغل مخه. اذا انت تطلع توقف بالشارع، ركز وياي الله يخليك، ركز وياي انت بابي تطلع توقف بالشارع، اذا طلعت وقفت بالشارع طب واحد مثلا قال لك السلام عليكم، قلت له عليكم السلام ورحمه الله وهذا ما ادري شو، تفاعلت وياه طب جاهي قال لك عم، قلت له هلا حبيبي، وراها رجعت دخلت البيت، وما تحس انت اكو شيء غلط، معناته انت ما تقدر تطلع، انت عايش صح. انا كنت اطلع اوقف بالشارع طلع راسي، والله والله العظيم الله يكذب يعني الله يكذبني، اشتغل راسي بالشارع طلع راسي لبابا شذب هذا طلع راسي من هنا. طب واحد السلام عليكم، ليش تحكي ليش ما يرفع ايده؟ بس حتى لو بده يسمع ولا السلام عليكم، لا سلام عليكم يعني شنو اجل اجل هاي زين ليش لابس هدوم وسخه؟ زين ليش الطفل طبعا زين ليش حافي؟ انا ما اقول عمو زين باسمي زين ليش حافي؟ طب واحد منك طاط هون انا، طب هاي شنو هاي؟ زين شنو الوسخه بقى؟ شنو واحد مشتري لفاتح عندنا قصر بالقصر يشتري لفه يخلص الزباله ما تقدر تفهم بيتنا شنو هاي؟ يعني الامارات باوع الحاله البال هذا شمال الدوكا، احنا المنطقه راضيه اكبر من القصر شو الزباله؟ لك انا وصلت قفل الباب قفل الباب يا اخي. فاني هاي ما هو ما حكيت هذا، قلت له اذا تطلع توقف بالشارع وعادي، فيعني انت هم عادي، بس اذا تطلع ما مقتنع يعني انت قال لك بديل. والله والله العظيم لو البنيه العراقيه شافت تمشي البنيه العراقيه مستعد احكي الحكايه، انت قدوني من 200 سنه البنيه العراقيه شافت البنيه العراقيه تمشي شافت ولد هي ما تدري ما مش عارفين تمشي، قول بريك دانس مو مشي على مود شنو الثريد يتحرك عليه الطوب تحسها هيك افعى، شايف الحيه شلون تمشي حيه هيك بيقرا او شيء بدها تمشي بالشارع اي النظره مو تدور عليك، من تدور عليك تباوع عليك النظره تباوع عليك، اللي كل كل الشباب بالعراق من البيت باوع عليه يفرح، انا من البيت باوع عليه ابوك العافيه ازم، ليش؟ لانها من تباوع ما تباوع عليك يعني يعني ما تباوع عليك تقول الله خوش ولد حباب، لا تباوع عليك تحس تقول لك راح اعصرك راح اعصرك واطلع قلاقيلك على شرط انت حلو انت ما حلو انت ما تعرفك شنو انت تعرفك. والله العظيم البنيه من الطوب اي بنيه اي بنيه اي بنيه اي بنيه اي ولد يعني مو اي ولد بنتباوع عليه تباوع عليه في الطريقه تقول مال شهدتك وزفرتك كمان يقول لك يقول لك انت حاله مش من العراق يقول لك العراق يصير مالي يا طيب هاي حاله يلا جد بحيث هاي انا مره تدور صلافه رجال يمشي وياها يباوع عليك خزرك بحيث هي تباوع عليك وهو يباوع عليك الدنيا دوبها عليك 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 والله العظيم هذا بقى جالس جلوس انا ولا بابا والله ما ادري ما ادري ما اعرف والله العظيم ناس واقع من الصبح خذك اقوى خل اعطيك الاقوى اكو بنيه يمنا كانت بالمنطقه طب صغيره يعني شو معي 10 سنه 10 سنه هيك شيء بحيث مره طبت على المكتب طبت المكتب صحيح لها عمو صحيح لها عمو انا عمري 25 سنه 24 سنه عمرها 11 سنه يعني لو انا متزوج عمري 15 بنتي بقدر بابا ها عمو تفضلي انت شو اسمك؟ هذول تربيتهم هيك جوز خمس سنين مروان وسام تفضلي شو اسمك؟ لا ما احب اشتري هيك شيء تبغى معي اقعد عادي هنا بعد 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 كوافير اني 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 ثيرابيست اني منو هذه؟ اني شنو هذه؟ قاعد لا يعني ثاني والله مزرزه ما بشغل يعني ما عندك شيء يعني هوينا اوه ايش نفسي انت وماذا اقول وماذا يقال بعد كل ما قيل لك 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 12 سنه والله يمكن 11 سنه 12 سنه 11 سنه 12 سنه انت مش 11 سنه 12 سنه قاعد مره طبيت المحل مال ابويا ابنيه شاف ابويا قاعد ابويا شنو طبعا ابويا 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 بيع مخلص قاعد المحل يجي يجي بسوي يجي يجي بالنظاره ابنيه بدها تبيع مالاتها ابويا قاعد يقول خلصتي؟ يا طيب والله يا طيب والله شعبك انا صدق والله شعبك ما يحتاج لكبسه ابوي يبي ابناس كبس الله هم بلا كبسه الام ام الحر الجو الارض هي يجي والله العظيم يعني انا مره شفت شغله هي حاله انسانيه انا ما شايف هيك ما شايف شيء بحياتي مره واحد طب الطريق بالحافيه طب بالغلط من مكان اربع تيارات مالته انزفت كان اربع حسيت هيك اربع على راسي ونشب اقول ها 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 يضحكون علي ها ها ضحك ضحك يا اخي طيب انشر اربع تيارات اخر شيء بالدنيا يحتاج يجوا الناس يضحكون علي اخر شيء يضحكون علي طب يضحكون علي راحوا رجال مشان نظره مو شيء زماله غلط اضحك علي اضحك علي هاي بدل ما اروح اقول لعمي يلا ما صار شيء نساعدك تعال بالسياره ناخذك نجيب لك تيارات نجيب لك سبيرات نجيب لك ام عربيه لا يضحكون علي ما اقدر انساها زين انا شفت موقف هذا موقف طبعا احنا العراقيين من تشغلنا في شيء مع كل شيء استغفر الله عليه ان الشعب يكفر يعني يكفر عادي بالمصري يقولون يسب الدين يكفر اليوم صحيت على السياره
طلعنا طريق يمكن ما تذكر هذا الطريق بس طريق في طسات. فهو قاعد الطريق كله مشغل قران والحمد لله يا فتاح يا رزاق وما تسبح صدق يعني صدق ديمارس قوس الاسلام صحيح. فدا يمشي هو ما يدري اكو حاطين طسه جديده. قلت له عمي طسه. فهو على الصبح كان الدنيا صبح ومركز بنام. قلت له طسه كان نطبط طسه السياره ما طبط بالطسه حسيت انكسرت اكو بنت انكسر بيها. الرجال هذا كفر كفره يعني هذا رب العالمين لا سامح حاسب رب العالمين غفور رحيم لان ما يتسامح على هالكفره لان كفره مستمره يعني غنى راب دس كامل دقيقه كامله في شعر كفر. فيعني هيك بشر عندك انت ما ادري اساني يعني اخر شيء درجه ربع المويه ما اعرفه. والله العظيم يعني طبق قصه الشيطان اللي هو شغلته الجانب السيء من المعادله التركيبه وموك انسان وملاك وشيطان. شيطان جانب سيء يحلف يقول لو عزتك وجلالتك رب العالمين لا هو انه يحلف بالله هو شيطان ومسوي غلط ونهايته يحلف برب العالمين ما يكفر رب العالمين. يجي هذا ابن ادم والله ابليس الابالسه الشيطان الرجيم يحلف يقول لو عزتك وجلالتك رب العالمين هيك بشوف احترام ابليس لله. يجي والله عادي تخليك تصفن 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 والله والله العظيم. وهاي الشغلات ما حد يسويها ماكو شعب بالعالم يسويها بس العربي وربما المصري. عاده صارت من العار انا ساكن ببلد اجنبي مو بلدي عايش احسن ما انا عايش ببلد من العار. انا هنا اقوم من اسباب بانيو جاكوزي عندي شاور الدوش كذا بلدي ما اقدر اسوي هالسوالف لان البيوت نظامها سخيف وصغير والامكانيه ما تسمح تقدر تطور على البيت. والله العيشه اللي عايشها انا يعني بعد ما اقدر اعيش ببلد على جميع الاصعده. تدري كم مره انا انام باب مفتوح مره انام باب مفتوح يعني اذا اجي واحد يطلب مني شيء يفتح باب فلوسي والكاميرا والعده والكيس ويطلع ما ادري يعني باب مفتوح طب شو مفتوح يعني مو مفتوح اذا يفتح يطب لا مفتوح ناسي مفتوح يعني مفتوح بس السين موجود الباب مفتوح كم مره مو مره مرتين لما انام الباب ما قفله جد بتوكي اقفل الباب اخر سنه بتوكي قلت الباب حتى ما قفله وهاي شيء عقلي يقفل الباب وين قاعد انا قلت بقاتي من المانيا اجي شافوني تقفل الباب بتوكي وين احنا ابو غريب بالمعتقل وين احنا قفلت الباب رين نطلع رين طوب جداريه اني مهووس بجعل حياتي افضل افكر اقول زين اني اذا اشتغلت طلعت هلقد راتب وهلقد جمعت دفعت زكاه دفعت ضريبه بقالي هلقد اذا هذا الهلقد اللي بقى استثمرته ببنايه او كذا هلقد البنايه راح تطلع لي وهيك واضل حسابات بالاخير هلقد راح يطلع لي هلقد لمده هلقد زين اني اقدر بالناتج هلقد اسوي بنايه ثانيه لا اذا اكو مشكله شنو المشكله البنايه هاي غاليه ناخذ بغير موقع ارخص عقلي هيك يشتغل مين يشتغل عقلي اقعد جيم مين يشتغل هيك ما اعرف اشتغل هيك انا عقلي يشتغل زين اني الاموت اسوي هيك احسن لو اسوي بزنس والبزنس يجيب لي احسن ليش ما اسوي الاثنين سوا لان البزنس يتاثر اذا لازم يبدا من البزنس يلا بعدين انا اصير اقدر اخذ مورجج او اخذ اسوي فد كذا مخي ما يشتغل استمتع بشيء بدي اسويه اللعب والاستمتاع يكون لما تربح من تربح راح تستمتع تصرف على اهلك تصرف على نفسك تستثمر توصل انت هو الهدف الحريه الماليه يعني انا هسه اسوي شانل باكر اقبل بالمحتوى الانجليزي لو الحريه الماليه لو استثمر شان على متواصل الحريه الماليه خلي لقمه عيشك شغفك انا شغفي لقمه عيش يا اخي انا الشيء اللي احبه لقمه العيش مالتي منو علمك انه انت تقعد تضيع وقتك ما تطلع فلوس بتضيع وقتك منو قال لك شو ما علمك غلط اللي تتابع علمك شيء غلط الشيء صح شلون اني اقايض الوقت مقابل فلوس واذا عقلك ذكي شلون اقايض فلوس مقابل وقت غيري مو وقتي هذا صح هيك بتشتغل شلون اني اقايض وقت هذا بفلوس هذا هم يستفادون وانا اطبق جيبي نسبه فاذا اسوي هاي العمليه 1000 مره انا اصير مليونير هم يصيرون طبقه متوسطه هذا الشيء صح يعني مو انا افكر والله زين انسان عادي مخ مخ اكو مخ اكو هنا مخ مخ مو اكو باقي الا بالدهن اكو مخ شوفك ولد سوري اكو ولد سوري احكيكم عليه تزوج كندية واجى عن طريق الكندا لك هذا تدري شنو هذا حس عقله مثل بريزن بريك مخططة شلون لقيت بنية وحبيتها وعرفت تتواصل وياها وخليتها تثق بيك وزوجتها ومن اجتها هنا دللتها دللها من اجتها هنا دللها بحيث البنية تقول هذا اللي كان ناقصني اجى دللني وتقول من اجى هذا الولد السوري مو نام عال عليها وانما قالها اول شيء من اجى قالها انا ما ادري ايش اشتغلين اقعد بالبيت ارتاحي اجازه انا اشتغل لك شنو العقلية شنو البطل انا ايش عم بسوين قصصهم كلها غريبة ما سامع منها اجى الولد الكندا انت يا ابني لا تشتغل نزل تامين نفسك انا اللي وفر انا شخص اللي يوفر ويطلع يشتغل شغلتين ويجي بتالي الليل يوفر لمرته ويوفر لعائلته الى ان استقال ورا 3 سنين جاب امه وابوه واهله هسه كلهم ملتمين وقاعدين سعداء يعني من اجى فادها ما ضرها ومن اجى هي اللي استفادت مو هو اللي استفاد يعني الخاسر الاكبر هو لانه هو تعب ودي شويه قاعد طبق نظام الاسلام صحيح ولكن ماكو داعي يشتغل تامين نفسك خلف اطفال وبس ايش عقلياتك يعني هيك ناس حط على راسي كم واحد يسوي مثله كم اعرف اني ناس من المغرب من ليبيا من كذا الجزائر يروحون لاسبانيا يتزوجون ينامون على نسوانهم عالق هاي المره هي تشتغل انا باباني بعدني جديد وما اندمج بالمجتمع ما ادري له هذا اجى انجليزي فول وكل شيء فول طب اشتغل عامل يعني مو فن مهنه عامل ضبط نفسه والحمد لله الله مشاه له لذلك ما افتح انستغرام لذلك مسحت انستغرام عندي فيسبوك صراحه مسح كل شيء وحتى انا عندي مقوله خوب تقول كثر اختلاطك بالمستويات التعبانه تخلي مستواك يصير تعبان مرور الوقت بدون ما تشعر وبدون ما تحس هل قد ما تختلط بمستوى تعبان يمر عليك الزمن لو كنت تملك بي اتش دي تختلط بمستوى تعبان مستواك يصير تعبان مرور الوقت ما تحس على نفسك صرت انت مستوى تعبان انت تقعد يا مجرم نهايتك انت مجرم تقعد مع واحد يشرب مخدرات نهايتك يشرب مخدرات تقعد مع واحد ينرجل نهايتك انت تنرجل عمرها ما كانت عكس هالكلام فانت في بعض الاحيان تقول بس شلون انا راح اشوف ناس خوشنا اضحي وترك هذا الشخص اي كان صديقي حبيبي او اخوي مو بالضروره تقول كم اصدقاء عندي احب اضحيت بهم كلهم يجي ياكم يلا باي اعرفهم كلهم بالعراق والله ما لقيتهم بعد العالم كله صحيت هاي شو اسوي هذيك حياتي انا ما اقعد ويا اثنيناتنا نبكي على من الكهرباء ومن تعمل الحكومه الجاي ضحيت بهم وطحت اي نعم نادم بس لو يرجع بي الزمن هم راح اضحي بهم مره نعم يوميا اضحي بهم يومي كل ساعه اضحي بهم الحياه اللي عايشها هسه صح اصدقائي اللي حبوا بيها بس اكو شيء اسمه تليفون شيل تليفون خابره تستذكر الايام الحلوه خلاص تقدر تشتري اكس بوكس بلاي تقعد ويا بارتي نص ساعه باليوم كانك انت قاعد ويا بكوفي
يعني تقدر تسوي كوما اجراءات على ما تلتقي باصدقاء العمر اللي تحبهم. مع العلم ان اصدقائي ما عندهم غلط، غلطهم الوحيد انهم ولدوا بالجبال، هذا غلطهم مو ذنبهم. اصدقائي يعني كلهم يصلون، كل اصدقائي كلهم يصلون، كل اصدقائي ما عندهم انه يصلح، كلها راقيه شهادات، الناس كلها راقيه شهادات. لا ومن خرجوا كلهم يشتغلون وما يستحون ويعرق ويوقع ونص نص خيزه دقيقه يشتغل، ما يستحي ما ادري ايش، ما نستحي. احترم هيك نماذج. عندي ولد من جماعتي ابوه مليونير، مليونير يعني صدق مليونير، مليون من اقول لك مليونير يعني يستثمر 500 مليون في شيء طبيعي. ابوه مليونير بالعراق، الابن شيف صار شيف، قال انا احب اشتغل مطعم، فتح له مطعم صغير هون وبدا مسيرته معتمد الحاله، يسوي اكل وخلطات واكلات اوروبيه وكذا. ما محتاج فلوس، عنده ثقافه العمل، عنده ثقافه يقوم من النوم ينتج، قوم منتج. هيك اشخاص انا عفت وابكي دم عليهم، انا اسف يعني انتم مو اهم من الكهرباء، مو اهم من الكهرباء، مو اهم من الجو الطيب، مو اهم من العيشه اللي انا عايشها. احسبها دائما، اقول انا لو امي وابوي مو خوش ناس ما كنت اقدر اطلع، ما اقدر اطلع، ما يعني يعني دعموني دعم مو طبيعي من ناحيه المعنويه، يعني بغض النظر عن الفلوس الدعم اللي طنيا، بس معنويا يعني اكثر من مره قلت لابوي يعني شذرات ما اقدر ارجع اقول لا بابا لك بابا مستقبل لك بابا اطلع لك بابا، امي تقول لي اقولها بس مو انتم كبار احنا شطح علينا قاعدين وسياره وبيتنا وما ادري شنو هذا هو، هي تقعد تبكي عليه بس عقليتها هيك. ابوي يقول لي احنا فريق ولا لا, لا تفكر تقول انا طالع، تفكر تقول احنا طلعنا كنا احنا فريق نشتغل، انت ضحي نفسيا احنا نضحي نفسيا، كنا نضحي ماديا هم كنا نضحي كذا، نضحي وقتنا براحتنا بلمتنا بقى على مود نوصل نعيش حياه صحيحه. فانت انا لو ما عندي شو ما بشان بعد يطلع يعني، هل اقدر اطبق المعادله اللي صارت وياي على كل واحد؟ مستحيل، لان جزء مو ابو موزين وصل للحريه الماليه ومن اوصل اصير مليونير ذاك الوقت تبدي عاد اساعد الناس بالفلوس، ولا الله رزقني فلوس ما رزقني فلوس والله انا اركض باي الحياه لا انا موت. يا انا اذا بدك تصب لايك تحب اخبارها ما جاب لك، شوف هذا شو يقول، يقول انا هسه قاعد يا اهل فاشلين يحاربون العلم صوره غير مباشره بجهل ومصدقاء فشل. فانت شنو عندك الحلول؟ انت عندك حلول كوما، اول شيء انا اول حل تحط راسك ماكو ياس، عندي ايمان الاشخاص اللي مثلك يقدرون يطلعون يروحون على الاقل بلدان مثل تركيا، وتركيا بلد كامل ما بي اي نقص وما بي اي عيب عن كندا او عن امريكا او عن الدول، بعض الفروقات تقدر تعيش هذا تعيش بالعراق تقدر تعيش بتركيا، بس تركيا كلش احسن. فتقدر تطلع تركيا، تقدر توصل للحريه الماليه بتركيا بسهوله، وتقدر تستثمر اطفالك لما انت بتركيا، طلعهم البلدان ربما في ذاك الزمن بعد 50 سنه يمكن كندا مو احسن بلد، يمكن تصير الصين احسن بلد، يمكن تصير السويد احسن بلد، يمكن النرويج احسن بلد، ذاك الوقت طلع اطفالك اللي يجوا. اكو طرق للطلعه احنا نحكيها الناس ما تسمع، يعني انت تقدر تتعلم لغه المانيه او لغه سويديه او لغه فنلنديه، ذني ثلاث لغات او فرنسي حتى، اذا ذني اربع لغات تملك تقدر تدرس مجانا في هذه البلدان، يعني خصوصا الالماني، يعني انت اذا تتعلم الماني تقدر تروح تدرس بالماني، بس يراد لك مبلغ مال سنه واحده تحطه باكونت مغلق اللي هو يطلع له دفتر دفتر شوي. اذا تشتغل بالعراق الدفتر يلم، اصلا انا سبون بس الدفتر يلم بهاي الفتره ما شغل، بدل ما تطلع وتطب وتلبس وتكشخ تضيف في تعلم الالماني، لما انت تتعلم الماني مضبوط بالوجه انت صرت مدرس الماني، تقدر تشتغل مترجم الماني، تقدر تواي شغلات تستفيد، تستثمر هذا الاستثمار وتشتغل بيه بذاك الوقت تقدر على تلم فلوس وتسافر لالمانيا تدرس بالالماني، تدرس وتشتغل، عندك لغه تدرس وتضبط امورك. اسمع هاي القصه، هاي القصه تفيدكم. اكو ناس تعلموا فنلندي، لما يتعلموا فنلندي يفتحوا صفحه على الفيسبوك، احنا نسويكم حجوزات مال الطيران ونسويكم حجوزات مال الفنادق وحجوزات مال كذا ومترتيبات ومعاملات الالكترونيه كلها مقابل 5 يورو 10 يورو فدقان بسيطه، اذا الفنلندي العراقي او السوري اذا ساكن في فنلندا ويريد يسوي ذني الامور اقل شيء يصرف 30 يورو، سووا بيجات ويحجون فنلندي يجمعون الى راحوا دراسه الى فنلندا، لان الجاليه العراقيه بفنلندا يعني جاليه جدا واقعه من السطح، جاليه جدا تعبانه ما تتخيل قد تعبانه. اخي قلت له انا اعطيتك تشبيه، انت اذا تريد تطلع فلوس اعتبر نفسك انت بسجن، يلا شلون تطلع فلوس؟ سجن انت عايش بالعراق سجن، اعتبر نفسك انت بسجن، شلون تطلع فلوس؟ اسمع تشبيهي، جيب خاشوقه بلاستيكه بصبعك بضفرك ما يهمني، تحفر اذا جيب تراب، لما تحط له اطفال تحط له ماي ما يهمني، المهم تسوي فد شيء ثقيل، تشيله تشمر على واحد تفجخه. اذا قدرت تسوي هيك سويته، سوي هوايه منه، روح سوي عركه، سوي عركه بين اثنين هذا يحكي عليك هذا يحكي، سوي عركه بوكس هذا يوم تعيش تعرف تعال بيعكم طابوق واحد ياخذ الثاني، بيع لهم الطابوق عندك فلوس. اذا ما تشغل هيك المثل، المثل يضرب عليك فلوس، انت تخترع السيناريو اللي يجيب لك الفلوس، فلوس ما تنتظرك تنتظر شو تسيد فلان يجي ياخذ فلوس، انت تخترع السيناريو، يعني انا كنت ليش مخترع سيناريو ابيع بلس يجيني رصيد، من قمت اسوي هيك؟ قلت خليني ابيع الرصيد، ابيع الرصيد قمت مفرد ما ابيع مره واحده ايش لا اخلص منه لا ابيع مفرد ما مستعجل، انا قمت اشوف الرصيد ينباع فقمت انشر، من يبيع رصيد؟ كان يجوني ناس مين جماعه الضباط اللي بالسجون جماعه الحشد جماعه الكذا قاموا يجيبوا لي 600 الف مليون رصيد اسيا اشتري منهم، يعني شو اشتري المليون ب 900 الف، يعطوني مليون اسيا اعطيك 900 الف كاش اروح ابيع المليون اسيا مليون وربع اربح 350 الف، فاني قمت اسوي هيك، انت واحد مليون نايم على قلبه تاخذ منه بشده بالنسبه لك، تبي تطلع طرق للبيع الرصيد طرق كذا طرق انت هسه حاولتك بالعراق شنو الشيء اللي تبيعه برصيد؟ زين هذا الشيء اللي تبيعه لازم يكون بيكسباير بحيث الناس تضطر تشتري لو بالشهر مره مضطره بحيث تبني زباين بي، انا بالبلس كنت يوميا اطلع 20 الف 20 15 الف يوميا 10 ربح صافي يوميا، كنا هسه باعيه تعرف تطلع فلوس بالعراق كوم مشاريع كوم مشاريع واحد واثنين، بس احنا شعبنا ما يدور ما يقعد يصفن ويفكر شلون اطلع فلوس، يقعد يفكر شلون انا اسوي قناه على اليوتيوب، ولازم ما اقول لهم انا اريد فلوس من القناه مال اليوتيوب حتى الجمهور يرضى خلع الجمهور. هل واجهت عنصريه بتركيا بحكم انك عربي؟ لا، مو هي مثل تختلط بالاتراك، تختلط بس بالاجانب اللي موجودين بتركيا، بس للامانه كل الاتراك اللي اختلطت بيهم يعني اللي اضطرت عمل وياه مثلا تروح تتغدى بمطعم مطعم تركي، تشتري مشاوي من مطعم تركي، يعني تمشي وتتسوق اتراك، كل هذول الاشخاص اهل البثوث اللي كانوا يلتقون بثوثي كانوا يشوفون تعاملهم وياي، يعني اطب المطعم فاتح بث اهل المطعم كلهم يجون يطلعون وياي بالبث واحترامات وكذا وماشي كلش حلو، اكو واحد رجال كبير اجتمعنا اروح اقعد جنب المطعم اكل، شكو واحد يجي وياي للمطعم يقوم له ويقول له هوش قال دنيز وما ادري شنو ابو يرون وهذا ويحترم وهذا، مره من المرات ابويا اجى قلت له لابو المطعم قلت له هذا ابويا كان يقول له ما شاء الله شلون تربيه مربي ابنك ما ادري شنو، فتطلع يعني هيك ناس عاشرت واغلبهم هيك اللي شفتهم بالاتراك
ما ادري اكو ناس تقول مو زينين، بس انا اللي شفته هيك، شفت موقف او موقفين يعني بسيارات تاكسي. نعم صارت وياي مثل العنصريه شويه يعني، اعتقد هاي بكل دول العالم ممكن ان تصير. تركيا اكثر شخص على التاكسيات، بس مثلا في كندا عليك تروح لكندا على شخص مثلا بشره سوداء تقول له هل واجهت عنصريه؟ يقول لك لا، يعني هم اكثر شخص معرض للعنصريه، ما واجه عنصريه. انا يعني مثلا تركيا اتذكر من كنت اسوق اروح للمحلات ولهذا يعني ما كنت اشوف مشاكل، ما كنت اشوف مشاكل بالعكس. يجوز اني الله سبحانه وتعالى ما خلاني اواجه عنصريه بفضل دعوات والدتي ووالدي، والله ما اعرف، بس انا ما واجهت. بعد ثاني تركيا هسه تخيل من يقولوا لي مثلا مروان انت اكثر شيء مشتاق للعراق ولا تركيا؟ اقول لهم تركيا، العراق مشتاق. شنو اشتغل؟ ما عندي شيء اشتغل بيه. اشتغل تركيا لان تركيا صدق حلوه، تونس رخيصه، يعني انا $500 عيش ملك ملك زمان. ماكو شيء تقدر تسوي، تشتري وتبذر وكل شيء تسوي. ايش قد تكلفك من تطلع الى ان توصل الى ان تحصل شغل وتستقر للابد؟ 3 دفاتر. قوم جيب صمون، هاي بس بالعراق قوم جيب صمون. انا اجيب تقريبا 100 خبزه واحطها بالفريز واطلع احمي بالمايكرويف، او احطها بعلاقه 5 دقائق 3 دقائق، يعني من كيفه مو اوصل شقاقيه كانه توني جايبه. هاي سوالف الغربه تتعلمها من تطلع ايام اليوميه تمشي تجيب صمون. شل عقلي، انا ما اقدر اكل اذا مو صمون يومي حار وبلا. والله انا على ابوك لا بالصمون، انا اضيع من عمري يوميه 5 دقائق ما ادري 10 دقائق. ليش روح جيب لك 200 300 صمونه احطها بالفريز يوم يطلع لك واحد احميها؟ بس طعمها مو مثل قز. هي الدنيا مره الدنيا مره الا تاكل صمون طيب. لا تاكل الا صمون حار. مو ضروري، مو ضروري يا اخي، مو ضروري تاكل صمون حار، مو ضروري. لا الخبز اكثر من الفرن، لا مو ضروري، لا مو ضروري، مو ضروري. يعني اذا اكلت حار او ما اكلت حار بالاخير تاكلته، يعني من تاكل عادي، يعني مو بالضروري شلون ما راح تاكله تاكلته، يعني مو بالضروري تاكله حار وتاكله بارد تاكلته. يعني اذا احكي لكم الشغلات اللي غيرتها بيه مش عارف مخك يجيب. سالفه انه والله صمون تاكله حار هاي بالزباله ذابه، سالفه اكل البره بالزباله ذابه. اكل برا بس شغلات ما اقدر اطبخها، يعني مثلا بيتزا بعدني ما صاير خلفت بيتزا على مود اسوي بيتزا، بيتزا جبن العصاير وهذا برا ما اشتري. يعني انا هسه تقول لي تجيني على عقلي تفتح مخك تفتح دماغك عصير فراوله في مكان راقي 7000 دينار 3000 دينار كمثال، إيه؟ وتسوي انت العصير بالبيت 500 دينار جاش عندي رايح اشتري من برا. اكبر دماغ سيز اصير رايح اشتري من برا. بس هاي الحسبه مو بكل مكان تشتغل. مثلا بتركيا، تركيا كانت اذا اطبخ دجاج وتمن واسوي وجبه، الوجبه تكلفني ما يعادل 35 ليره، اكلها بالمطعم ب 20. اروح المطعم اكل باكل بالبيت ارخص برا. لفت الكباب وتكمل بحيث يوميا اكل بس برا. تركيا اكل بس برا فقط، برا اكل برا ارخص من البيت. اكل برا بس بحيث برا انا اكل يطلع 20 ليره الغداء، 15 ليره لفه بالعشاء هي والبيبسي، 15 ب 20 35 في 30 يوم تطلع 1000 ليره، اقل من $200. اذا اروح اسوق واجيب اكل من برا وبهذله يطلع اكثر. واذا اطبخ وزيت ولحوسه وتعب وجهد ووقت اكل برا ارخص. كندا جيت لا تطبخ بالبيت ارخص. هذا يقول نفس التفكير، بس استحي اقول واحد يجي يسوي ايش بيك فقر؟ مش بيك فقر، انت فقر، انت تمشي براس الشهر. انا على الاقل فلوسي بجيبي وبمزاجي اطلع. يعني انا كنت اروح مثلا اقعد بالقهوه شنو ارخص شيء؟ بطل مي، نزل لي بطل مي واحد اشرب مي بس. بس ما لاني اروح اجيب عصير ب 3000 4000 مو ضروري اسوي بالبيت، اسوي اطيب انظف، خلاط ماتي انظف، كل شيء انظف. يعني همين تحمي نفسك من الامراض ومين اطيب ساك. يعني ما ادري، يعني انت اللي يقول لك انت فقري يقول لا والله انت مبذر، انت مبذر. ابويا شو يقول لي؟ يعني ابويا يقول لي لا بابا انت عادي اشرب برا، لانه من تشرب برا انت لا تنسى هاي الفلوس تروح للقعده الحلوه، يعني انت قاعد تتبورد ببلاش وهذا كل هذا ببلاش. همين ابو المحل اللي يطلع فلوس منك بالعصير اقول عاد ليش نشتري مي يطلع مني غير الربع مال مي؟ يسهون علي يقول لي بابا روح تعال خربان. ما انا قاعد محصل كل الامتيازات بربع، ليش احصل الامتيازات كلها فتشي قيمته 500 وانا اعطيه 7000؟ ليش؟ مو منطق. نرجيله اذا انت دخلتك النرجيله يتنرجل 5000 دينار، واذا تنرجل تروح تشتري وغيرها النرجيله ب 15000. اسوي نرجيله بالبيت؟ لا اترك التدخين كله، اترك التدخين كله يا عمي. هي ما اقدر اسوي بالبيت، اترك كل النيكوتين، ليش بدي اصرف على النيكوتين؟ خبر عاقل. لا كان صار انا زين نفسي ايش بيز يعني ما حلو ده يتطور يوم عن يوم. هذا صح طالع انك انت تسوي تحديد حق ما يبين. شوفوا بالبدايه كان يبين، هسه اسوي تدريج كله قام ما يبين كلش زين بالبيت. ليش دافع زيانه كانت $50؟ تعرف شنو $50؟ يعني انا اذا انا بالاسبوع ايرادي كل اسبوع مره زينه او بزايد اسبوعين مره، ليش دافع $200 لو $100 زيانه؟ بسبب العراق 20000 كان $100. ليش؟ طب انا زين، انا المشكله قمت انا زين وجهي صار تعودت علي والناس تعودوا علي بعد ما زين برا كله بالبيت انا زين. زين انا 5 دقائق والله بالزيانه كنت اعاني والله ما شغلت فلوس، بس ان شاء الله تروح للحلاق تقعد تنتظر ساعه ويزينك ساعه نص ساعه يضل يسولف ويا اللي بصفه اخي فضني اقدر اروح. فانا هسه من زين بالبيت 10 دقائق ربع ساعه فوق ربع ساعة افضل الموضوع 10 دقائق انظف القاع وخمس دقائق اصبح والسلام عليكم. 5 دقائق 10 دقائق تصبح تطلع اقل من نص ساعة كلها 3 4 ساعة فاضية. اروح للحلاق بس اوقف ساعة، واذا اخابره احجز اروح لهم يقول لي هذا استوى قعد يلا وهم اتنال لك ساعة. شنو شنو 20000 اقوى زيان 5000 دينار؟ لا احنا زيان بالعربية ب 10 زين اللحية وزين شعرك واعطى 10000، ف 10000 في بالشهر مرتين 20000. اي بس انا هسه زين انا زين نفسي بالبيت فخلصان من الفلوس الزيان، خلصان من الفلوس الزيان. حتى 5000 ليش بدي ادفع 5000 ببلاش؟ قول ما عندي لحية. لا لا شيخ شعر انا زين، انا ما زين لحيتي، زين شعري كله حبيبي والله. طيب والله يساعدون عندي توصيل. جاني واحد يشتري مني سيدي مال بلاي يوميا ينزل ويجي يقول المره تقول له اطلع ويا بابا، ويوميا يجيني بابا شكل ما بعد يوم شفت بابا مستقر عليه. لك يوميا يجي الطفل ويرجع يقول بابا، بابا مو نفس يوم بابا علاوي، يوم بابا حمودي، يوم بابا اسماعيل. يوميا بابا شكل شقوني ما قلت لك يعني بابا يصير بابا واحد. قال لي بابا يشتري لك يوميا بابا شكل. والله يمكن 4 5 مرات اشتروا مني والله العظيم. اي والله بابا سبير، اي والله سبير تحسه شطل بس ديسبوزبل. عند الزواج
يوم يقولك والله اشتغلت التوصيل شفت سوالي بلاوي بلاوي بلاوي. احنا ابو تدري شنو، انت تجيك هاي وحده تعدد بابه، انت تحكي وياك تحكي وياك في الطريقه تقول هاي اذا خفف خمس دقائق تصير شيخ، لانه ادب واخلاق واحترام وثقافه ورقي. بس انت تباوع على التراكسود اللي لابسته تقول هاي ممكن اعطيك فلوس بدل التراكسود، لان هذا مو مال الشارع، هذا مو مال الشارع، مو مال الشارع. شوف شلون اب من عوالم متوازيه بالضبط. اي والله والله تجيك البنيه ايش مثل الحياه يمشي اي اهلا وسهلا اهلا وسهلا، فت كلمه كبيره من هيك انسان تافه ما تنقال يعني. لو تقول مثلا انت جاي هيك اتقبل يعني انت هيك، بس ما تجيني اهلا وسهلا عيني انا اذا منها من اهلا وسهلا مش قد الدخل ايش قد وصلتوا اخ يا يمه. اي والله اي والله مره احكي لكم موقف قبل اروح، يا مواقف بالشغل والله وصاني على سيدي سيدي والله راح فاني انا كنت اعرف الفيلم فكنت اجامل وامدح ورا عندما ماشي شغلتي اسلي واحد قال جاب له دنيت شويه كان شايفين مرات من تحت تقول حرف السين تطلع ايش نقطه تفله من حقك، وانا ذا الشيء ذا اسوي سين كان تطلع هاي التفله وين راحت كان تطب بعينه لك يا انت انت من الصور وياك حب تخيل طبت بعينه ذاك رجع عمل يعني ساعه لك هي المشكله مو انحب المشكله عيب تخيل من العمل ما صار شيء هو دموع دا يموت ووقع هيتشات يقول لي ما صار شيء لك ما صار شيء اخ يا يمه. اي والله ما كنت صارت لي لا احكي وياه اقول له يلا اخوي راجع سوي شيء مو طب بعينه هذا عينه سدت قفله بعينه تقول صمغ عينه سدت طبت نوسكوب اي والله خطيه وقت تخيل موقف واني دابيل زي ما صارت برجال كبير رويت شاب كان والله هيك كانوا ناس يلبنوا يقزون على سيديات وبصفه مركز السدن سبحان الله رزق هذا مو يعني الولد ما يعطي الفلوس للسدن طه يعني انا جاي من غير ما كان دافع توصيلهم رزقي يمي كان يعني رزقي يمي مو هذا السدن خطيه والله يوم توصيل شفت يوميه كل ما اطب مني مطار بغداد اقول ربي خليني اليوم اخر يوم اطب من هذا المطار اريد اطب اصعد طياره ماج يا رب والله العظيم والله ولدت يومي احلى فيك كل ما اطب كان شغل يومي لازم اطب منه كل ما اطب شارع مطار بغداد اقول ربي يكون اخر مره اليوم اطب ضل يفد يوم مره دعيتها ثاني يوم سافرت بعد ما جيت الحمد لله وشكر ربي ربي كنا بنرجع هنا اريد نادي فنوني ما ارجع سكور كتاب يفيد المراهقين قران كريم احسن كتاب والله العظيم والله انا حكي اليوتيوب خوش فلوس بيه بس يراد له وقت انا بالنسبه لي هذا الوقت اذا استثمره باليوتيوب مجازفه خو بستثمره في شيء صح اللي هو اطلع فلوس كاش راسا انا راح اسويها ما انكر يعني راح اسوي استوديو يعني احب يعني قلبي باي شغله ادري بيها يعني لازم تكون عندي استوديو يعني لازم يكون عندي مايكروفون يكون عندي اضاءه يكون عندي هواي شغلات بس ما عندي هاي كلها ما عندي اغلبها ما عندي يراد لي شغل اشتغل من اشتغل يصير عندي مجال اسوي قناه ساعه بدي اعش لك اللي يصير خلص ب 12 لازم احنا بالوحده نايمين واحنا ونص يلا خلينا نرفع الزحمه